لولاك يعني كلهم ما كانوا، وعلى خطاك تعلق القرآن، الحب والأحرار في فلك الدجى، حتى تفتح طفلك الفنان. طبعا أحبك، ما انتقيتك سيدا إلا ليشعر أنني إنسان. طبعا أحبك من أمثل، بينما في فصل حائك أذن الرحمن. أمي لأجلك أوقدتني شاعرا، ولأجل سينك تبلغ الأسنان. على ذكر الأسنان سأقدم لكم شاعرا وطبيب أسنان مع الدكتور. مع الدكتور عباس مازن. السلام عليكم. ملامح من بقايا الغيث، قدومك في ملامحه الذهاب، قدومك في ملامحه الذهاب، تحدث فيك أفكار ضباب. ترى أتشاكس المعنان دوما، قربت وقد بعدت فما الصواب؟ فأي حقائق الأشياء يجدي، إذا الأشياء أضغاف سراب. هدوء في خيال الدرب يعلو، كأن السير يخنقه الغياب. وصوت من فؤاد قد تلظى، وصوت من فؤاد قد تلظى، توقد في زواياه العذاب. وموال خجول ضاق ذرعا بما صارت تردده الصحاب. سؤالك في صداه نبض سر، تحاشى خوض غمرته الجواب. ستعصف فكرة لا شيء فينا، ليضحك في مسيرتنا الإياب. تثرثر سيرة الصحراء عنا، وتنكرنا الحضارة والرباب. لأن من بقايا غيث قفر، سيجهلنا التبجح والضباب. وترسمنا الملامة عدل صب، إذا ابتسم الصبابة والشباب. سجيتنا تحدث عن وقار، وإن ترنا فقد رعد السحاب. فماذا غير تيه يحتوينا، وكل تاهين لنا اناه. وشكرا.